بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب والكليات الصحية والدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. بإذن الله اليوم هنتكلم على بعض الكرينال نيرفز، اللي هي هنبدأ من الفيشال نيرف، فيستيبيولو كوكولار نيرف، جلوسو فارينجيال نيرف، فيجاس نيرف، اكسسوري نيرف، هايبو جلوسا نيرف. خلص الموضوع كده، خلص الموضوع مفهوم خلاص. موضوع ما فيش أسهل منه. يلا نبدأ. بسم الله، احنا قسمنا الكرينال نيرفز ال 12 للآتي: 3 سنسوري، 4 ميكسد، 5 موتور. الثلاثة السنسوري 1 و2 و8. ايه هو الواحد؟ والفاكتوري. ايه هو الاثنين؟ اوبتيك والفيستيبيولو كوكر او الابلوتر. خلصنا منه. الميكسد 5 7 9 10، اللي هو التراجيمينال، الفيشيال، الجلوسوفارينجيال، الفيجاس. الموتور الخمسة الموتور 3 4 6 11 12، اوكيولوموتور، تولوكيولار، ابديوسن، اكسسوري، هايبوجلوس. خلاص ماشي كده، خلصت الكرينال نيرفز. ماشي يا اولاد فاهمين؟ طب يلا خليك لما يلا يا اولاد، برضو قلنا الكلام ده قبل كده وهنعيده ونزيده للشطار. الالفاكتور بيطلع منين؟ من السكال. الكرينيال نيرفز كلها بتطلع من السكال. كل واحد له مكان، كل واحد له مكان، ما تنساهمش في حياتك انت بقى وشطرت. الاولفاكتوري بتاع الشم كريبرو فورم بليت اوف ذا سموي. الاوبتيك بتاع البصر من الاوبتيك فورم. الاوكيولوموتور والتروكولر والابيوسنت والاوفسالميك ديفيجن اوف تراجمينال نيرف من السوبير اوربيتال فيشر. الماكسيلر والمانديبولر بتاع التراجمينال نيرف من الفورم من روتانتم والفورم من اوفال. الفاشيال والالوتري من الانترنال اوديتري ميتس. الجلوسيفارينجيال والفيجاس والاكسسوري من جيجولار فورم. الهايبوجلوسال من الهايبوجلوسال فورم. سريعا كده يلا مراجعة سريعة. تعالوا نبص تاني للكرينيال نيرفز اللي اتاتش للميد برين، للبرين ستيم. البرين ستيم اللي هو هيشمل ايه؟ ميد برين هيشمل بونز، هيشمل مظلة اوبلونجات. الميد برين اهوت طالع منه 3 و4. تلاتة أربعة طالعين من هنا يا شباب، يلا يا واد، يلا يا بنات، من الميد برين. طب 5 و6 و7 و8، يلا أنا عارف إنك شطار، سهلة خالص. 5 و6 و7 و8 طالعين من البونز، الباقي قول له من المظلة أوبلينكات، 9 و10 و11 و12. تمام يا شباب، يلا بالتوفيق. أدي الكرين نفذ اتاتشد البرين ستيم، وقلنا الكرينيال نيرفز اللي طالعه من السكال، وقسمناهم بعد كده سنسوري وموتور وميكسد. دي تقسيمات جميله هي، ما تنساهاش. قسمناها على حسب المخرج بتاعهم من السكال، وقسمناهم على حسب المخرج بتاعهم من البرين ستيم، وقسمناهم على حسب المخرج بتاعهم سنسوري ميكسد موتور. ثلاث تقسيماتهم، حطوهم عناوين أساسية في حياتك لأي كرينيال نيرف، أي كرينيال نيرف يقابلك. يبقى أي كرينيال نيرف يقابلك يبقى تعرف سنسوري موتور ميكسد. ده أول حاجة. تاني حاجة بيخرج منين؟ من الإسكال، ودي حاجات عامة، حاجات عامة للشطار. وتالت حاجة بيخرج منين؟ من البرين ستيم، دول الأشطر والأشطر بقى. يلا يا أولاد، هايبوجلوسال نيرف آخر حاجة.
طلع من الهايبوجلوسال نيرف من المظله اوبلونجاتا، هايبوجلوسال نيوكليوس في المظله اوبلونجاتا، دي طالع من انترولاترال سالكس، النمل بين كلهم من البوسترولاترال سالكس. هيروح للبوستيريو كورينيال فوس، يمشي فيه ويخرج من الاسكال خلال الايه؟ هايبوجلوسال كورنيال، من الاسكال خلال الهايبوجلوسال كورنيال. الابر بارت بتاعه جوين باي سي 1، سي 1 فروم سيرفايكال بلكسس، البرانشز بتاع الهايبوجلوسال نير، منينجيال برانش، منينجيال برانش. يبقى البرانشز بتاع الهايبوجلوسال نمرة واحد، ايه معنى نمرة ولا ايه؟ يلا تشربوا شوية شاي، اشرب كوباية شاي انت وهو، يلا بنات اشربوا كل شوية شاي، يلا نركز نركز. شربتم؟ قلت شاي ولن؟ قلت يلا بقى تفتح معايا انت وهو. البرانشل بتاع الهايبوجلوسال نيرف، ما نيجي نتكلم كده منين جي البرانش، منين جي البرانش، ديسندنج برانش او بنسميها ديسندنج هايبوجلوساي اللي هي سي 1 داون وورد، ماشي، جوين سي 2 و 3 عشان تكون انسا سيرفايكاليس، عشان تكون ايه؟ انسا سيرفايكاليس. يبقى سي 1 ماشي، سي 1 اللي جاي من السيرفايكال بلكسس او بنسميها الديسندنت سيرفايكاليس، ماشي، ديسندنج داون وورد جوين ايه؟ ديسندنت سيرفايكاليس 2 و 3، يبقى واحد اللي هي من السيرفايكال بلكسس اتحدت مع 2 و 3 وكونت الانسا سيرفايكاليس. الانسا سيرفايكاليس ديت لوبس، انسا سيرفايكاليس ديت لوبس، ماشي، هتغذي ايه؟ الامو هايوين، الاسترنو هايوين، والاسترنو سيروين، كل الانفرا هايوين مصر اكسبت السيرو هايوين. يبقى الانسا سيرفايكاليس هتغذي الانفرا هايوين مصر اكسبت ايه؟ سيرو هايوين، اللي هي بتتغذى بنيرف الوحده بنسميه نيرف 2 سيرو هايوين مصر ونيرف 2 جينيو هايوين، وكل المصل اوف ذا تانك اكسبت بلاتو بلوسس اللي هي سبلاي باي كرينيال اكسسوري نيرف. نركز بقى في الحته الحلوه دي، عندنا ايه البرانش بتاع الهايبوجلوسال نيرف، منين جاي البرانش؟ في البوستيريور كورينال فوسا، ماشي، ديسندنج سي 1 اللي هي جايه من السيرفيكال بلكسس هتتحد مع سي 2 و 3 يكونوا الانسا سيرفيكاليس. الانسا سيرفيكاليس دي هتغذي كل الانفرا هيويد مصل. ايه هي الانفرا هيويد مصل؟ امو هيويد، استرنو هيويد، استرنو سيرويد، ما عدا الايه؟ السيرو هيويد. السيرو هيويد هتجي لها نيرف لوحده من السي 1 بنسميه نيرف 2 سيرو هيويد، نيرف 2 جينيو هيويد من السي 1. بعد كده عندي ماسكولار برانش ثانيه، كل المصل اوف ذا تانج ما عدا البلاتو جلوسس، ماشي، اللي هي سبلاي بيل كرينيال اكسسوري نيرف. هي يا اولاد البرانشز اوف هايبوجلوسال نيرف مجدد منينجيال ام، ماشي، بعد كده الدي ديسندنج برانش سي 1 من سيرفايكال وسي 2 و 3 هيكونوا انسا سيرفايكاليس. الانسا سيرفايكاليس هتغذي الانفرا هايويد ماسل اللي هي امو هايويد وسترنو هايويد وسترنو سيرويد، ما عدا
الصيرو هايون هيطلع لها نيرف من السي 1 بنسميه نيرف 2 صيرو هايون، ما عدا الجينيو هايون ماشي من السي 1 هيغذي المصل اوف ذا تانج كله اكسبت البلاط جلوسس اللي تتغذى بالايه سبلاي باي كرينيال اكسسوري ايه نيرف. ماشي يا اولاد ماشي يا اولاد، يلا يا اولاد بسم الله. ادي الايه الهايبوجلوسال نيرف سي 1 اهي ماشي، ادي سي 1 جاي من السيرفيكال بلكسس، سي 1 نزلت اهي سي 1 سي 1 اتحدت مع الايه سي 2 و 3 وادتني انسى سيرفيكاليس، دي احنا بنسميها سي 2 و 3 ديسندنج سيرفيكاليس، ادتنا انسى سيرفيكاليس. تعالوا نشوف هنا سي 1 غزت ايه سي 1 يا سي 1 انت غزت ايه سايرو هيويد وجينيو هيويد، سايرو هيويد وادي جينيو هيويد ادي سي 1 ادي جينيو هيويد وادي ايه سايرو هيويد غزة بعد كده المسل اوف ذا تانج كلهم ما عدا البلاتو جلوسس، ما عدا البلاتو ايه جلوسس مسل اوف ذا تانج ما عدا البلاتو جلوسس اللي هي ماشي يا ولاد ماشي يا ولاد. غزة الانفرا هيويد مسل ماشي اللي هي الانسر فيكالس، ايه هي الانفرا هيويد اللي هي الام هيويد واسترن هيويد واسترنو ايه سيرون ماشي يا ولاد. ادي الهيبوجلوسال ايه نير ماشي يا شطار، يلا يا ولاد ادي الايه التوزيع هيبوجلوسال نير هيبوجلوسال نيوكليا نيوكليس غازي ايه اول ماسل اوف ذا تانج كليسبت بالاتو جلوسس ويتش سبلاي باي كرينيال اكسسوري نير كرينيال اكسسوري نير ماشي يا ولاد ماشي يا ولاد كرينيال اكسسوري نير يلا يا ولاد. سيرفيكال 1 سيرفيكال 1 ديسيندنج سيرفيكاليس سبلاي انفرا هيويد ماسل اوم هيويد وسترنو هيويد ادي سنو سيرو سايرو هيويد ماسل ماشي اللي هي انفرا هيويد ماسل سايرو هيويد جينيو هيويد وبعد كده منينجيال اي برانش. مفهوم يا اولاد الهيبوجلوسال؟ خليك لماح يا واد خليكوا لماحين شطار يا اولاد شطار. وادي الرسمه موجوده قدامك اهي بلاتو جلوسس ماشي كرينيال اكسسوري نيرف ماشي يا اولاد كل المصل اوف ذا تانج سبت بلاتو جلوسس جينيو هايوي هذا النيرف تو جينيو هايوي ماشي يا اولاد يلا يا اولاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بقى وبتبقى ريفيجن سريعه على الكرينيال نيرفز النيوكلياي بتاعته الكلوموتور طالع منين والتوركرا طالع منين والترايجيمينال طالع منين والابيوسنت طالع منين والفيشيال طالع منين والادوتر طالع منين والجلوسوفارينجيان طالع منين والفيجاس طالع منين والاكسسور طالع منين والهايبوجلوس طالع منين. في عندي موتور لكل هوت تحفظهم وعندي سنسور لكل همت وعندي بارا سمباثيك ماشي والبرين ستيم ليفل بتاعهم اهو ماشي يا اولاد ماشي يا شباب يلا يا اولاد. ودي صوره برضو للكرينيال نيرفز كلها ودي صوره للفيجاس اهوت والجلوسوفارينجيال ماشي والتراجم. هنا بقى ناخد بقى الايه احنا اتكلمنا عن الفيشيال لو الفيشيال باص هيبقى في موتور افكت وفي سنسور افكت. الموتور افكت باراليسيس اوف فيشيال ماسل مش هيقدر يقفل عينه انابيليتي تو كلوز اي ديفيجن اوف ماوس تو نورمال سايد هذا مش قادر يقفل عينه اهو والديفيجن اهوت للنورمال سايد
هذا مش قادر، هذا الناحية السليمة مقفولة هي، والناحية ايه اللي مش سليمة هي مش قادر يقفل عينه، وحنكم ملوح لما ناحية اليم السليم. طيب السنسوري افكت هو المفروض ايه؟ التاس سنسيشن في الوم انتيريتور سيرد اوف ذا تانج اب نورمال تاس سنسيشن البارا سمباثيتك الكونجنكتيفا تلاقي عينيه جافة، تلاقي عينيه ايه جافة. ده بيجي لك بقى الموتور ده وهو طالع من السايلو مسدود فورم من على جنب كده، طيب من السايلو مسدود فورم من هو على جنب، وهو ماشي الصبح في البرد ماشي، او قاعد في طلع من حر على مكيف بارد وقام جاي هنا النرف هنا حصل له ايه اتلسع بالبرد اكسبوجر تو كولد، يحصل ايه يحصل له باراليس، هيأثر على الموتور، هتبص تلاقي عينه مش قادر يقفلها وبقه ملوح، يدوق الحاجة ما فيهاش طعم، هتلاقي الكونجنكتيفا ايه ناشف. تيجي تقول له تفحصه ازاي؟ افتح عين اقفل عينك مش قادر يقفل، حرك بقك انفخ بقك مش قادر، اما ينفخ بقه هتلاقي الايه الهواء يطلع من الناحية السليمة. ماشي يا اولاد، ماشي يا اولاد. الفيستيبولو كوكر او الاوديتوري نيرف هي ايه اللي بيحصل فيه؟ بروجريسيف يوني لاترال هيرينج لوس، فقد السمع، ويحصل ايه وش في ايه في ودانه، هيحصل وش في ودانه ويحصل فقد للسمع رينجينج اوف ذا اير، هتبص تلاقي ايه وش في ودانه وجرس في ودانه، ادي الاوديتوري ايه نيرف. الجلوسوفارينجيال نيرف الجلوسوفارينجيال نيرف يحصل ايه؟ loss of taste الاحساس من البستير وان سيرد اوف ذا تانج والسنسيشن اوف اوروفارينج loss جاج ريفليكس. ماشي يا ولاد، ادي الجلوسوفارينجيال نيرف، لا فيش احساس في البستيرور وان سيرد اوف ذا تانج ولا احساس في الاوروفارينج loss of جاج ريفليكس. الفيجاس نيرف ده هو النمرة 10 فيلات اوف سوفت بلد اون افكتد سايد ويز ديفيجن اوف يوفيلا تو نورمال سايد الفوكال كورد ايه باراليس، الفوكال كورد ايه يحصل له باراليس يروح صوته الدنيا تعك معاه يعني. ادي الفيجاس نيرف. الاكسسوري نيرف، الاكسسوري نيرف خاص بالستيرنو ماسود والترابيزس هيحصل لهم ايه باراليس. الهايبوجلوسال نيرف المسل اوف ذا تانج كله اتروفي ابسي لاترال ماسل اوف ذا تانج، يعني الناحيه اللي الهايبوجلوسال راح فيها هي يحصل لها اتروفي وديفييتد توورد افكتد سايد، وهتلاقي في لخبطه في الكلام سبيتش ديستربنس، سبيتش ديستربنس. ادي الكلينيكال فايندنج يا اولاد، شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.